السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم فيديو جديد. فيديو النهاردة هنبدأ نتكلم عن تطبيق مهم جدا جدا، هو تطبيق وول كرافت. هنبدأ نكتب تطبيق بالشكل ده. تطبيق مهم جدا جدا، عبارة عن خلفيات هنبدأ نشكلها. بيبدأ يعرض لك الخلفيات بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، 4K، حاجة عالية جدا، جودتها كويسة جدا جدا جدا، تستفادوا منها. عشان محمل التطبيق أبدأ أشغل على طول زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وول كرافت تطبيق مهم جدا جدا، استفدت منه، كلكم هتستفادوا منه. لو حد غاوي صور، بيحب الصور، عايز يبعت لحد صورة معينة أو شيء معين، بيبدأ يشتغل على التطبيق ده. مهم جدا، بتبدأ تختار اللي انت عايزه. على سبيل المثال عايز ميوزك، ببدأ اختار ميوزك أو ناتشر أو أضع إلى آخر، سبيس، فضاء، سبوت، رياضة. على سبيل المثال اختار ميوزك بالشكل ده، ابدا اطلع لك زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، حاجه عاليه جدا جدا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. عايز تبدا تحمل التطبيق او تحمل الصوره معانا، تبدا على ايقونه التحميل دي، تختار اللي انت عايزه والمساحه اللي انت عايزها بالشكل ده. على سبيل المثال بورتريت، تبدأ تحمل معاك كده، اتحملت وتلاقيها نزلت على الجهاز بالشكل ده. لو انت عايز على سبيل المثال زي ما انتوا شايفين كده، نجيب مثلا على سبيل المثال فلاورز، ورود وزهور بالشكل ده زي ما انتم شايفين. لو انت عايزين الشعبي بوبلر، نجيب الحاجات الاكثر شيوعا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تطبيق مهم جدا جدا، تطبيق رائع، انصح جميع تحميله. وما تنساش دوس لايك وتفعل زر الجرس، دوس اشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.